أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل سيارات SUV مبيعا في مصر وتفاصيل ومواصفات كل نوع، ده هو عنوان الفيديو بتاع النهاردة. أولا لازم نفهم معنى كلمة SUV. SUV دي هي سيارة رياضية متعددة الأغراض، بتعرف اختصارا بSUV، وده اختصار حروف الكلمات سبورت يوتيليتي فيكل. هي فئة سيارات مبنية على هيكل شاحنة خفيفة، وهي عادة من نوع سيارات الدفع الرباعي لقدرتها على السير في الطرق الوعرة. كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات إيميك عن وصول مبيعات سوق سيارات الركوب الملاكي في شهر مايو 2019 إلى 9508 سيارة، بتراجع بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتزامن مايو 2019 مع شهر رمضان المبارك اللي أعلن خلاله العديد من وكلاء العلامات التجارية عن عروض تخفيضات على أسعار الكثير من السيارات، ما أسهم في زيادة المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب بنحو 1561 سيارة عن شهر إبريل 2019. واستطاعت 10 طرازات تنتمي إلى فئة سيارات SUV الرياضية متعددة الاستخدامات أن تحوز على نحو 18.8% من إجمالي مبيعات سيارات الركوب بشقيه المحلي والمستورد، حيث وصل إجمالي مبيعاتها إلى 2307 سيارة. وتراهن الشركات العالمية على تسيد هذه النوعية من السيارات للأسواق خلال السنوات المقبلة، حيث أكدت فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج للسيارات في العالم إنها هتطرح 30 طراز جديد من السيارات SUV بحلول عام 2025. وجاء ترتيب السيارات SUV حسب الأكثر مبيعا في مصر خلال عام 2019، وخصوصا في شهر مايو 2019 احتل المركز الأول هيونداي توسان، وجاء في المركز الثاني كيا سبورتج، المركز الثالث رينو كاجر، رابعا نيسان قشقاي، وجاءت في المركز الخامس ميتسوبيشي إكليبس، المركز السادس شيري تيجو 3، السابع بيجو 3008، المركز الثامن جافي بيجو 5008، المركز التاسع فورد إيكو سبورت، المركز العاشر فورد كوجا. نجحت سيارات هيونداي توسان في الاحتفاظ بصدارة ترتيب مبيعات السيارات المتعددة الاستخدامات في السوق المحلي المصري خلال شهر إبريل الماضي حسب تقرير الإيميك في السوق المحلي المصري، رغم تراجع مبيعاتها في ظل التراجع الكبير في مبيعات الفئة دي بشكل عام في مصر. تصدرت هيونداي توسان قائمة السيارات SUV الأكثر مبيعا في مايو 2019 بعدما وصل إجمالي مبيعاتها 462 سيارة. بتتوفر هيونداي توسان المقدمة في مصر من مجموعة جي بي غبور أوتو بسبع فئات من التجهيزات وبنوعين من المحركات. النوع الأول رباعي سلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصان وسرعته القصوى 186 كيلومتر في الساعة. أما المحرك الثاني فتم تزويده بشاحن تيربو لتصل قوته إلى 175 حصان وسرعته القصوى 200 كيلومتر في الساعة. وتبدأ الأسعار الرسمية لهيونداي توسان موديل 2019 التي تتوفر بسبع فئات من التجهيزات من 419900 جنيه حتى 524900 جنيه للموديلات العادية، ومن 544900 جنيه إلى 594900 جنيه للنسخ التيربو. إنما رغم تصميمها الجذاب ومميزاتها الكتيرة إلا إنها ليست سيارة مثالية، حيث يعد المحرك ضعيف والعزم أقل من منافستها كيا سبورتج، كما إن استهلاكها للبنزين مرتفع حيث بتحتاج 7.6 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر، كما إن بعض الإصدارات فيها بتعاني من خلل في قفل غطاء المحرك. احتلت كيا سبورتج المركز الثاني في قائمة أكثر سيارات SUV مبيعا في مايو، وبلغ إجمالي السيارات المباعة 377 سيارة. تتوفر كيا سبورتج موديل 2020 في السوق المحلي بخمس فئات من التجهيزات، وبتعمل بمحرك رباعي سلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 140 حصان، وبيرتبط بنقل الحركة ستيبترونيك من 6 سرعات. وبتبدأ أسعار السيارات من 430 ألف جنيه وحتى 540 ألف جنيه. من أكثر العيوب اللي اشتكى منها ملاك سيارة كيا سبورتج هو استهلاك المرتفع للوقود بشكل كبير، حيث بتستهلك السيارة حوالي 8 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر. جه بعد كده رينو كاجر في المركز الثالث ضمن أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV مبيعا في مايو، بعدما وصل مجمل مبيعاتها إلى 334 سيارة. تتوفر رينو كاجر موديل 2019 في مصر بثلاث فئات من التجهيزات، وبتعمل بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان، وبنقل الحركة أوتوماتيك من 7 سرعات. وتبدأ أسعار السيارات الرسمية من 394 ألف جنيه وبتصل إلى 444 ألف جنيه. إنما طبعا برضو في شكوى من عدد من مستخدمي السيارة من المكيف، نظرا لأنه بياخد وقت طويل نسبيا حتى يعمل بكامل طاقته، واشتكوا أيضا من عدم توفر قطع غيار السيارة بسهولة بالإضافة لارتفاع سعرها. وانتقد كثيرين استهلاك السيارة لكميات كبيرة من الوقود وعدم اقتصاديتها في استهلاك البنزين. احتلت نيسان قشقاي المركز الرابع في قائمة سيارات SUV الرياضية الأكثر مبيعا في مصر خلال مايو 2019، ووصل مجمل مبيعات نيسان قشقاي 2019 الشكل الجديد ل 242 سيارة. تتوفر نيسان قشقاي 2019 الشكل الجديد بثلاث فئات من التجهيزات، جميعهم مزود بمحرك سعة 1.2 لتر بقوة 117 حصان، بسرعة قصوى تصل إلى 185 كم في ساعة، ونقل حركة أوتوماتيك من
ست سرعات، وتبدا اسعار كاشكاي الرسميه في السوق المحلي من 394,000 وتصل الفئه الكامله منها الى 454,000 جنيه. يعاب طبعا على هذه السياره ان عزلها ليس في الدرجه المطلوبه، كما ان سعه المحرك 1200 سي سي بتعتبر ضعيفه بالقياس مع حجم ووزن العربيه، كما ان العفشه خشنه وهو ما يظهر بقوه في المطبات، وإن كان سمة السيارات الرياضية طبعا هي قوة العفش. احتلت ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2018 المركز الخامس في قائمة أكثر 10 سيارات SUV مبيعا في مايو الماضي، وذلك بعدما وصل إجمالي مبيعاتها ل 211 سيارة. تتوفر ميتسوبيشي إكليبس كروس اللي دخلت السوق المصري لأول مرة في منتصف 2018 بخمس فئات من التجهيزات، جميعها مزود بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 150 حصان بنظام الدفع الأمامي في الفئات الأربعة الأولى ودفع كامل في الفئة الخامسة الأعلى، وبناء الحركة أوتوماتيك من 8 سرعات. وبتبدأ أسعار إكليبس كروس الرسمية من 415,000 وبتصل إلى 555,000 جنيه. حازت شيري تيجو 3 على المركز السادس في قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعا، حيث سجلت مبيعاتها نحو 195 سيارة خلال الفترة المذكورة. شيري تيجو متاحة في الأسواق المصرية بفئة واحدة مزودة بمحرك 1.6 لتر بقوة 126 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، وسرعة قصوى بتصل إلى 180 كيلومتر ساعة، وبناء الحركة أوتوماتيك من 6 سرعات. سيارة في مصر بسعر رسمي بيبلغ 225,000 جنيه. ظهر طبعا عدد من العيوب في سيارة شيري تيجو، أبرزها استهلاكها المرتفع للبنزين وخاصة في الطرق المزدحمة داخل المدن، كما ستجد صعوبة في غلق الأبواب بحسب آراء ملكها. ومن أخطر العيوب الفنية والصناعية لشيري تيجو ظهرت في الفرامل، حيث اشتكى مستخدم السيارة من التيل والطنابير وصوتها المرتفع، كما أن التأفيل الخاص بالسيارة متوسط الجودة والكفاءة. تواصل بيجو 3008 أدائها المتميز في 2019، حيث تسجل اسمها في قائمة الأكثر مبيعا منذ بداية العام، واحتلت المركز السابع في مايو بمبيعات وصلت 172 سيارة. وتقدم بيجو 3008 موديل 2019 بسبع فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 165 حصان بنظام الدفع الأمامي وبناء الحركة أوتوماتيك من 6 سرعات. وتبدأ أسعار بيجو 3008 الرسمية من 454,990 وبتصل إلى 614,990 جنيه في مصر. المركز الثامن كان من نصيب السيارة 5008 المقدمة من بيجو الفرنسية، ووصل إجمالي مبيعاتها في مايو 110 سيارة. بتتوفر البيجو 5008 سباعية المقاعد في السوق المحلي بأربع فئات من التجهيزات، وبتعمل بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 165 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، وبيرتبط بناء الحركة أوتوماتيك من 6 سرعات. وتبدأ أسعار بيجو 5008 موديل 2019 من 554,990 للفئة الأدنى، وبتصل الفئة الأعلى إلى 684,990 جنيه. احتلت فورد إيكو سبورت الرياضية المركز التاسع في قائمة الـ SUV الأكثر مبيعاً في شهر مايو، وصل مجمل السيارات المباعة منها 103 سيارة. تقدم فورد إيكو سبورت موديل 2019 لعملاء السوق المحلي أربع فئات من التجهيزات، بتعمل جميعاً بمحرك اقتصادي 3 سلندرات سعة 1 لتر بقوة 123 حصان، وبيرتبط بناء الحركة أوتوماتيك من 6 سرعات. وبتبدأ الأسعار الرسمية للسيارة من 299,900 وبتصل إلى 374,900 جنيه مصري. وطبعاً الشكوى المتوقعة اللي صدرت من عدد كبير من المشترين هو ضعف المحرك بالنسبة لحجم الشاسيه الضخم والتجهيزات، وخصوصا المحرك 1000 سي سي، والكلام ده طبعا بيبان عند تشغيل التكييف. احتلت فورد كوجا الامريكيه المركز العاشر بقائمه سيارات الاس يو في الرياضيه الاكثر مبيعا في مصر خلال مايو 2019. نجحت فورد عبر وكيلها بمصر في تسويق 101 سياره من كوجا موديل 2019. تتوفر فورد كوجا في السوق المصري باربع فئات من التجهيزات، وبتعمل بمحرك رباعي سعة 1.5 لتر بنظام الدفع الأمامي بقوة 150 حصان، وبناء الحركة أوتوماتيك من 7 سرعات. تبدأ أسعار كوجا الرسمية من 499,900 جنيه مصري وبتصل إلى 649,900 جنيه مصري. أشكركم لحسن المتابعة، وأتمنى يكون الفيديو مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.